أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن الفائزين بجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة في نسختها 14 على المستوى المحلي. وقد تفضلت سعادة الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة مديرة مكتب قرينة ملك مملكة البحرين بتسليم الجوائز للفائزين، وذلك بحضور سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان. نجاح متواصل تسجله جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة، والتي تقيمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشكل سنوي على المستوى المحلي وكل عامين على المستويين المحلي والعربي، بهدف تمكين الأسرة البحرينية وتطوير مستواها المعيشي، وذلك من خلال مجموعة من المشاريع المتنوعة يقدمها المنزل المنتج في البحرين. أحب أن أتقدم لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم بخالص الامتنان والتقدير على هذا العرف والأسلوب اللي وجهت بإقامته سنوياً لتكريم الأسر المنتجة التي تملك يعني ترخيص العمل من المنزل وتقدم إبداعات يعني قل نظيرها حقيقة. يعني الصناعات المنزلية ليس كما يتصور البعض، يعني أصبحت تشكل تطور كبير، ويستطيع أي إنسان يزور هذا المركز ويشاهد بنفسه كيف تتطور هذه الصناعات المنزلية وتنافس وتميز مملكة البحرين في التراث الوطني وفي الإنتاج المحلي. اليوم صاحبة السمو كرمت 3 فئات: أحسن منتج، أحسن أسرة منتجة، أحسن راعي للعمل هذا الحقيقة. فنحن فخورون بهذا الإنجاز، وهو إنجاز متطور سنوياً. الجائزة رقم 14 ابتديناها من 2007. الجائزة انقلت مشروع الأسر المنتجة نقلة نوعية إلى ريادة الأعمال، بحيث احنا كان عندنا 300-400 أسرة، وصلنا الحين إلى أكثر من 1000 أسرة مسجلة في قيد المنزل المنتج. الجائزة لها مردود مادي على الأسر، لأن هذا المبلغ اللي حصلونه من هاي الفوز أضاف لهم يعني أضاف لهم مادة على أساس يطورون مشروعهم. حاليا تقريبا 28 أسرة اللي استفادت من هذه الفوز كلهم تحولوا إلى ريادة الأعمال. أيضا هي جائزة معنوية لأن صادرة من صاحبة السمو، فهي تعطيهم تشجيع ودافع للاستمرار في مشروعهم. دعم سموها اللامحدود للأسر المنتجة قد أسهم في الارتقاء بمستوى منتجاتهم، ليحققوا بذلك شهرة واسعة في السوق المحلية والخارجية، لينالوا شرف المنافسة للفوز بالجوائز على المستويين العربي والدولي. جد واجد استانست على هالجائزة، ما شاء الله ما قصرت الأميرة على هالجائزة، يعني من أحسن منتج إن حصلنا جائزتنا اليوم. عام 2003 قاعدة أطور من الطحين شوي شوي، سويت الطحين الجيمات نزلته إلى جيمات مثلج في سوبر ماركت، وما شاء الله عندنا عدة أشياء، يعني الجيمات، الأشياء السوسات على البيتزا، هاي كلها منزلها في سوبر ماركت في البحرين. جدا سعيدة بفوزي بجائزة صاحبة السمو، الجائزة الأولى اللي هي أفضل أسرة منتجة، وإن شاء الله بإذن الله يعني هذه يكون بداية انطلاق إن شاء الله للأعلى والأحسن. خطوتي اللي حين إن شاء الله بإذن الله جاية اللي هو مشروع المحمصة، بيكون القهوة العربية، يعني هنا عندنا في البحرين بس عندنا أشياء شيء بسيط، بس إن شاء الله بإذن الله الشيء اللي أنا بسويه إن شاء الله بإذن الله إنه يوصلني للعالمية. في نسختها 14 أصبحت الجائزة اليوم ملهمة للعديد من الأسر، والتي تدفعهم دائما للتنافس تحقيقا لرؤية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة في تحقيق أوجه تكافؤ الفرص وضمان تحقيق الشراكة المتكافئة
والعادلة للمرأة في المجتمع. يأتي اهتمام صاحبة السمو الملكي المتواصل بهذه الجائزة والتي تطلقها الوزارة بشكل سنوي ليؤكد على دعم سموها للمنتج البحريني الذي تقدمه الأسر المنتجة لتنميته وتطويره، ما منح الفرصة للمنتج البحريني أن يدخل حيز المنافسة في الأسواق المحلية والخليجية. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.